قرآننا قرآن النواصب، قراءتنا قراءة النواصب. هذا قرآن كريم سقط منه قرآن كثير. عندما سقط منا قرآن كثير لا ينفي كون المتبقي قرآن. بعد الأسقاطات التي سقطت من القرآن الكريم فيها كثير من الإشارات. بعد قراءتنا قراءة ناصبية ليست قراءة أهل البيت للقرآن. ترتيب القرآن هذا مو صحيح. كل من لا يعتقد بتحريف القرآن كافر منحرف عن آل محمد عليهم السلام. كافر 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 كافر. وإلا أنت لو عندك دين، لو عندك شعرة من الدين وطمع بهذا المقام اللي وصف لك رسول الله لآمنت بوقوع التحريف بالقرآن. كل من لا يؤمن بوقوع التحريف في القرآن فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. والله كلاوات.